اتولدت وتربيت في القاهرة في حي شبرا العتيق. اهتمامي بالفن بدأ من وانا في سن صغير جدا. كان في علامات ان انا بحب الرسم اكتر من حاجات تانية. الدهشة الحقيقية اللي حسستني ان انا عندي علاقة بالرسم هو علاقتي بمادة الاحياء، واستمرت معايا لحد دلوقتي. يعني هتلاقي في شغلي حاجة لها علاقة بالتشريح. لحد دلوقتي هتلاقيني مهتمة جدا ان انا اجمع، ودي هواية غريبة بس لها علاقة بشغفي بالشوف الداخلي للاشياء. هتلاقي عندي مثلا منظار، هتلاقي عندي ميكروسكوب، هتلاقي عندي بروجيكتور. انا دخلت في كلية فنون جميلة سنة 93. كنت داخلة عارفة انا عايزة ايه، انا عايزة قسم تصوير، عايزة ابقى بينتر. كان عندي شغف كده ابحث اكتر. عملت ماجستير ودكتوراه في تاريخ الفن الحديث، كان عن فلسفة التجريد بين الشرق والغرب. فالبحث دوت ما كانش الغرض منه التجريد نفسه، انا عشان اوصل للمقارنة دي، مقارنة ما بين الشرق والغرب في التجريد، انا مشيت رحلة طويلة جدا. لما تعرفت على خامة الاكريليك وبقى عندي خبرة فيها، بقت بتساعدني اكتر على اني اطلع الانفعال اللحظي. بالنسبة للرسم على الخرايط، انا دايما شايفة ان احنا دايبين في هذا الكون. فلما برسم على خريطة هي محاولة مني للرجوع للأرض اللي أنا جزء منها أصلاً.